استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، بحضور سمو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، وأكد على العلاقة الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين، وتمنى سموه التوفيق لهم في هذه الاجتماعات الهامة التي ستكون خارطة جديدة لتطور ونماء رياضة الفروسية في جميع أنحاء العالم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الفروسية البحرينية والعالمية تتطور وتنمو بشكل سريع ومبشر، مبينا سموه أن مملكة البحرين حريصة على المساهمة في نجاح هذه الرياضة وتطويرها. من جهته شكر رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وثمن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث مشيدا بدعم سموه للقطاع الرياضي والاهتمام بالشباب الرياضي وحثهم على التطور والانخراط في الرياضات المختلفة والوصول إلى العالمية.